تفاصيله أكثر مع أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح. أيمن أهلا بك. إذن الأعداد للشاحنات تتزايد مع صباح هذا اليوم إلى قطاع غزة داخل عبر معبر رفح. ضعنا في صورة المعبر الآن، وهل المعبر ما زال مفتوحا ويرسل شاحناته بشكل انسيابي حتى الساعة؟ رعد، متحدث الدفاع المدني الفلسطيني أشار خلال تصريحات على القاهرة الإخبارية بأن المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة لا تكفي أو لا تسد احتياجات المواطنين، وأشار بأن يعني ناشد بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال مزيد من المساعدات تحديدا الوقود في ظل الاحتياج الكبير للغاز والمحروقات لتشغيل ما تبقى من المنشآت الصحية وغير ذلك من المخابز لتلبية احتياجات الفلسطينيين. ولكن بالتزامن مع هذه التصريحات وما نرصده يوميا، هذا اليوم تحديدا هو عطلة رسمية في المعابر الإسرائيلية، وبنظرا الآلية التي وضعتها إسرائيل مع الجانب المصري لإيصال هذه المساعدات الإنسانية، هذا اليوم يعتبر من العراقيل التي تفرضها إسرائيل على إيصال أو وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية. وبالتالي فإن هذا اليوم من كل أسبوع تقل أعداد الشاحنات نسبيا نظرا للأجازة أو العطلة الرسمية في المعابر الإسرائيلية. وآلية كما نعلم بأن رعد آلية إيصال هذه المساعدات إلى يعني قطاع غزة تحديدا من معبر رفح البري، يجب أن تتجه المساعدات الإنسانية أو شاحنات المساعدات إلى منفذ أو منطقة العوجة لتخضع لعملية التدقيق والمراجعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن بعد ذلك تعود مرة أخرى حينما يسمح لها بذلك من الجانب الإسرائيلي أو يصرح لها بذلك، تعود إلى منفذ رفح البري لتواصل طريقها إلى يعني إلى الأراضي الفلسطينية. وهذه المسافة تحديدا ذهابا وعودة تتخطى 80 كيلو متر، وهذه أيضا تعتبر من العراقيل التي تفرضها إسرائيل. وبالتوازي مع ذلك فإن أعداد الشاحنات التي تمكنت من الدخول من داخل معبر رفح اليوم هي وصلت إلى 40 شاحنة، وهذه الشاحنات تعود إلى أو ما تمت أو خضعت لعملية التدقيق والمراجعة يوم أمس، وبالتالي تأخذ دورها في هذا اليوم، بالإضافة أيضا لأربعة شاحنات من الغاز. وبالتالي فإن كما نعلم بأن يعني هذا يعني أو هذه الأعداد يعني أو وتيرة هذه الأعداد من يتحكم فيها هو الجانب الآخر أو الجانب الإسرائيلي نظرا للعراقيل التي تفرضها. وبالتوازي مع بأن الأجازة الرسمية هناك أو العطلة الرسمية، إلا أن معبر رفح لم يغلق أبوابه ويفتح أمام يعني كما نشاهد يفتح أبوابه لاستقبال أي من المساعدات أو أيضا استقبال الجرحى والمصابين والمسافرين يعني الذين يتوافدون يوميا من خلال هذا المنفذ. جدير بالذكر بأن أيضا أعداد الإصابات التي وصلت إلى منفذ رفح لهذا اليوم هم 20 مصاب، خضعت يعني تمكنت هيئة الإسعاف المصرية من استقبال هذه الحالات وخضعت لعملية يعني التشخيص المبدئي، ومن بعد ذلك تم تحويل هذه الحالات إلى المستشفيات المصرية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالإضافة أيضا ل 35 مرافق كانوا أيضا يرافقون هذه الحالات. سهلت السلطات المصرية عبور هؤلاء المرافقين إلى الدخول إلى الأراضي المصرية، وبالتالي أيضا كانت الدولة المصرية يعني وفرت لهم بعض المساكن داخل مدينة العريش، تقدم لهم كافة الاحتياجات الذي يتطلبوها في حياتهم اليومية والمعيشية حتى إلى حين أن يتم استشفاء كامل لأعداد الإصابات أو عدد أو المصابين الذين يرافقون هذه الحالات. نتحدث أيضا بأن كان أو أجرينا بعض اللقاءات مع المسافرين والمرافقين الذين أثنوا على ما تقدمه مصر وأشادوا بالدور المصري الكبير في يعني الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيصال المساعدات الإنسانية. وكما نعلم بأن كان هناك تصريح لمسؤول الأمن القومي الأمريكي من قبل أيام أشار بأن وتيرة أعداد الشاحنات خلال الأيام السابقة التي تمكنت من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية تخطت 2000 شاحنة، وهذا يعود إلى الجهد الكبير التي تبذله مصر مرارا وتكرارا التنديدات الدولية إلى الضغط بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإيصال هذه المساعدات. نتحدث بأن يعني أكثر من 155 منشأة صحية تدمرت بشكل كامل، ومنها من تعطل نظرا لعدم توفر الوقود وغير ذلك من المحروقات التي يعني تساعد على يعني تشغيل هذه يعني المنشآت الصحية. وبالتالي فإن هناك احتياج كبير لهذه المساعدات الإنسانية وغير ذلك يعني من الجهود التي تبذلها مصر لإيصال هذه المساعدات. نعم أيمن عماد مراسل القاهرة الإخبارية، وبالتأكيد
هذا ما دعت إليه مصر أكثر من مرة من الضغط على الجانب الإسرائيلي لتخفيف تلك العراقيل. الدعوات المصرية مستمرة بهذا الخصوص. على كل حال شكرا جزيلا لك أيمن عماد مراسل القناة الإخبارية من أمامي معبر رفح. شكرا لك.